وبما ان احنا دلوقتي التين موجود فتعالوا نعمل طبق تين مشوي مع الايس كريم الفانيليا بزبدة الفول السوداني وشويه حاجات كده. تعالوا نشوف مقادير. اول حاجه انا عندي زيت كانولا او زيت زيتون اي حاجه منهم. عندي 6 ثمرات تين بس انا مقطعاه من فوق علشان هنحطه على الشوايه دلوقتي. عندي فلفل اسود للتقديم، ايس كريم فانيليا، زبدة فول سوداني، خل بلسمك، ملح بحر، وشويه اوراق ريحان فريش. طيب زي ما قلت لكم طبق لذيذ وسهل وكمان سريع قوي. اول حاجه عايزين نعملها عايزين نحط شويه زيت زيتون على وش التين وهنحطه على طول على الشوايه نشويه. زي ما انتوا شايفين انا مقطعاه من فوق علشان الوش ده هيسخن دلوقتي وهيسيح ويكرمل وهيدينا لون حلو قوي وطعم كان خطير. ماشي، هنحط اول حاجه التين. وتعالوا بقى دلوقتي نخلط ايس كريم الفانيليا مع زبده الفول السوداني هيدوا طعمه مع بعض خطير. هحط الايس كريم وزبدة فول السوداني وهنخلطهم يدونا قوام كريمي كده شوية. دي الطبقة اللي هتتحط تحت التين. طبعا الايس كريم المفروض يبقى سايح اكتر من كده شوية. هكمل بقى الباقي نقلبه لانه خلاص بدا يسيح. نديله تقليبه كده مع بعضه عشان اضمن ان زبده فول السوداني بقت كلها طعمها جوه ايس كريم الفانيليا كده. تمام، ايس كريمنا جاهز. تعالوا نجيب بولات التقديم. اخبار التين ايه؟ ابتدى اهو يلون لسه شويه طبعا من التين، بس عايزه اطمن ان هو مفيش حاجه لازقه قوي عشان ما يحرقش. ده مدقتين ثلاثه كمان وهنشيله من على النار. ريحته اصلا لانت ريحه الكرمله بتاعته خطيره. هجيب بولات الايس كريم هنزل فيها اول حاجه ايس كريم الفانيليا اللي زبده فول السوداني طبعا عامله قوام كريمي حلو قوي من الزبده الفول السوداني. كده تمام. تعالوا بقى نشيل نطلع التين مع بعض. التين خلاص كده جاهز. هنطلعه ونحطه على وش الايس كريم. بجد مش قادره اقول لكم ريحه التين حلوه ازاي ومفيد في نفس الوقت. فاكهه، بجد بياكلوا فاكهه، يعتبروا بياكلوا فاكهه لو بنعملهم حلو في البيت.
وبعدين بقى هنعمل التويست شويه في الطعم. هنحط شويه ملح بحر وهنحط معلقه خل بلسمك على كل واحده، هيديله مزازه حلوه قوي 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 الطبق ده. واخر حاجه اوراق الريحان شويه كمان هنا، وبعدين ريحان الطازه. طبق حلو سهل وبجد سريع جدا وطعمه متأكدة انه ان شاء الله هيعجبكم. خلاص